يحتفي المتحف البريطاني في لندن بموقع ستونهنج الأثري الواقع جنوب إنجلترا من خلال معرض يقام من 17 فبراير إلى 17 يوليو. يروي هذا المعرض من خلال 430 قطعة مصير مئات الأشخاص الذين جاءوا لبناء هذا المعبد الشمسي قبل 4500 عام. أنشئت البوابتان الرئيسيتان لهذا الموقع التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بحيث يمكن رؤية الشمس تشرق من خلال إحداهما في 21 يونيو، وهو أطول يوم في السنة، وتغيب من خلال البوابة الأخرى في 21 ديسمبر، وهو أقصر يوم في السنة. وما يزيد الغموض الذي يكتنف هذا المكان الذي ساهم في تغذية أساطير لا تعد ولا تحصى. تحديد علماء آثار أن عدداً كبيراً من الحجارة جلب من موقع يبعد أكثر من 250 كيلومتراً من ستونهنج، وتأمل المنطقة التي كانت تجذب عدداً كبيراً من السياح قبل بداية جائحة كوفيد-19 الاستفادة من التغطية الإعلامية للمعرض لاستقطاب الزوار مجدداً.